الو، مساء الخير يا مهند. يسعد لي مساكم بشير بيك. ليش كان تليفونك مسكر؟ كنت برات البلد واليوم وصلت، ومن شوي فتحت التليفون. شو صاير؟ قالوا لي الشباب انه كنت رح تلمسك، صحيح الحكي؟ ايه والله صحيح، لولا لطف الله كانوا مسكوني. طلعت مو ميتة؟ ايه يا بيك، بس مريضة. الحقيقة ماني متأكد، بس بظن انها مشلولة، حاططها بمكان بس ما قدرت اعرف وين. هلأ برأيك أنا شو لازم أعمل؟ شو رأيك روح على الشرطة وخبرهم عن الوضع؟ ولك أنت أهبل؟ الزلمة ما عزمك على بيته وأنت ما دقيت الباب. قصدي إلك يا مهند، دخلت على بيت الزلمة مثل الحرامي. هذا الشيء بالعرف جريمة، والشرطة أكيد رح تسألك شو كان لك شغل هنيك. معك حق باللي قلته، بس في موضوع خطير ولازم ينحل. مهند، رحت قبل هالمرة على الشرطة وشفت بعينك شو صار. الزلمة رح ينكر، وانت ما فينك تثبت شيء. شوف يا ابني، اهم شيء انك ما تتسرع لحتى ما تقوم تغلط مرة تانية. خلينا نفكر بهدوء على رواق، طالما المرة لساتها عايشة مهم نعرف مين يلي مقبور بالقبر تبعها. والله صحيح، فعلا معك حق. من شان هيك استنى شوي وخلينا نعمل دراسة عميقة للموضوع. اوعى تعمل شيء بدون ما تخبرني، وإلا رح تخرب كل الخطة تبعنا. ماشي مهند؟ ماشي معلم ماشي، لا تأكل هم. طيب الحمد لله على سلامتك، يلا بس شوفك منحكي. شكرا كتير بشير بيك، خاطركم. الله معك. زينب، صباح. صباحك. فكرت حالي عم بحلم. شو جابك من عند الصباح؟ اشتقت لك. وانا اشتقت لك. شو لسه ما فقت يا كسلان؟ بعتذر. صباح الخير امي. صباح النور روحي. شافتني عم بوسك. ايه، وين المشكلة بالموضوع؟ هي اللي ما دقت الباب. امبارح بالليل نعمة خبرتني انك رجعت، مشان هيك اجيت. منيح لي اجيتي، اشتقت لك كتير. يلا حبيبي قوم جهز حالك. شو طالعة؟ عندي شغل كتير، بتعرفي عرس مؤيد قرب ولازم اشتري لي كم غرض، ما ضل عندي وقت كتير. ما تأخذيني، بدي امشي. لا طبعا خدي راحتك. ماشي بخاطري. مع السلامة، يعطيك العافية. الله يعافيك. امك كتير حساسة، طلعت لتتركنا لحالنا. بتكون خجلت من حالها. يا ريت ما راحت، خجلتني. عن جد خجلتي؟
ييه والله أنا حاسة حالي رح جن. هذا رح يضل ورانا على طول؟ لك إذا ضل هيك رح يفضحنا قدام الناس، رح يقولوا أكيد كوسر وبنت عاملين شي عاملة لحتى هذا الزلمة عم يضل يراقبهم دائما. خليهم يحكوا شو ما بدهم، أنا قرفت من هالحالة وآخرتها يعني. بسيطة أمي، طولي بالك شوي، الموضوع مو مستاهل. والله جد؟ يعني هالوضع كتير عاجبة؟ لو كان عم يجي الصبح لقدام البيت وطلعنا معه بالسيارة وكأنه الشوفير كنا استفدنا. قال يعني هني على أساس عم يحمونا وبدون أي أزعاج. بس صدقيني كل شيء عم بصير واضح مثل عين الشمس، ومفكرين ما حدا منتبه عليهم. ما بعرف هني على مين عم يضحكوا. يلا أنا لازم أروح. خليني زبط لك شعرك وبعدين بتروحي. لا ما في داعي، بدي روح على الفرن، حابة أخذ كعك لرفقاتي بالشغل. يلا بشوفك. روحي لشوف آخرتها معك. يعني بدل ما واقف هيك مثل اللوح، تعالوا ساعدني. الله يصبرني. صباح الخير كوثر خان. صباح النور. وقفي وقفي، أنا برفعه. شكرا لك، سلم إيديك. امسكي هي. أنا على طول بعزبك معي. أوه تأمرين بشي؟ شكرا، يسلموا. الله يسلمك. تفضل. شكرا، مع السلامة. صباح الخير عمو سامي. أهلا وسهلا، تفضلي. لو سمحت بدي تحط لي 5 كرواسان. على عيني. شميت الريحة فقلت لحالي فوت بشتري، وكمان بدوقها لرفقاتي بالشغل بركي بيشتروا منها. كتير منيح. مهند عرفتوا شي عنه؟ ايه مبارح بالليل اجا. يعطيكم العافية شباب. خير؟ شوفي ليش هيك عم تركضي؟ ولا شي. صباح الخير خالته هندا. صباح الخير. صحة وعافية. يسلموا. خير؟ شوفي من عند الصباح. بدي روح اشتري غراض، تعرف العرس قرب كتير. طيب لو بدي عزبك لسه بدي تنتين كمان. تكرم عينك. وين مهند افندي؟ ما رح يشرف؟ اجت لعنده زينب على البيت، رح يقعدوا شوي وبعدين بيجي على المحل. تفضلي. يعطيك العافية. مع السلامة. مع السلامة. مسكي. ما بيكفوا يا سامي. ما في غيره، ندبري حالي. استغفر الله، ليش هيك قلبت وشك فيني؟ عم قلك ما في غيرهم. شو ما عم تفهمي؟ اليوم عندي كتير دفعات. ايه خلص ماشي الحال. مهند لا تبعد عني، أنا ما فيني أعيش بلاك. ماشي. على القليلة حبيبي خليني أسمع صوتك، غيابك عني عم يعذبني كتير. هلأ تأخرت وصار لازم روح، شو رأيك نلتقي المساء؟ ما بعرف. إذا بتريد لا تقلي ما بعرف مهند، دبر حالك. والله مشتاقت لك وحابة نقعد سوا. المسا بنحكي. و
واضحة كأنه عم تقلي ما فيني. بعدك عني رح يحل المشكلة؟ إذا بده يلاقيني بيلاقيني حتى لو ما شفتك.